يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلة. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، تكونوا بصحة جيدة. وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو كما كتشوفوا الفيديو تاعنا اليوم، هذا لبيت كامل طلب الاخوات اللي طلبوني على تزيين المخبز. كنت سبق حضرت معكم الوصفه تاع المخبز، واليوم غادي نوريكم كيفاش نزينوها بالحرقوس. نوريكم هذا التزيين الجديد اللي راه يدور في الاسواق. هنا البنات كما كتشوفوا بالنسبه للتزيين، هنا عندي المخبز اللي مطيباته، كنت سبق قضيتكم الوصفه، درت لها كلاصاج خليتها يقطر. هنا كما كتشوفوا قلحت شي من الكلاصاج، نص صبغته باللون الاخضر، النوعيه اللي استعملت على لا كولور هذه، والنوع صبغته بلا كولور جايه مو فونسي، بنفسجي غامق. تنجمي ديريه كلير تقدري ديريه غير بالفتاته، ولا درتي فونسي تغمقيه يجي لا كولور تاعك كيما تاع البيطراف. هنا كما كتشوفوا هذا التزيين اللي دايرته غادي نزينه قدامكم. هنا نديرو نقاط في الكلاصاج، كي نكلاصو الحلوى تاعنا تكون عاده ما نشفتش كيما نقولوا غير شويه، ونديرو فوقها هاد النقاط اللي كتشوفيهم. هذا كلاصاج عادي وصبغته، نديرو هاد النقاط كما كتشوفوا، ونحكم ليبرا اللي نخيطو بها جديده جبتها من العلبه، ونخدمو على هذه الطريقه. كما كتشوفوا يديا راه معمرين بالصباغه باسكو كي صبغت طاشيت شويه في يديا. هنا نبقاو ندورو بهذه الطريقه كما كتشوفوا باش نخرجوا هذاك الازهار، ديروا اشكال تاع ازهار. شوفوا اللون شحال شباب هذا الموف. هنا تبغوا ديروه موف كلير ديروه كلير بنفسجي كما نقولوا فاتح، ولا بغيتوا ديروه غامق تقدروا ديروه غامق كما انايا درتها شويه غامق. هنا تقدروا تلونوا وتشوفوا، شوفوا هذا الشكل تاع الورده شحال شباب. تقدروا ديروا اي لون، تبغوا ديروا برتقالي ولا ديروا احمر ولا كيما تحبوا ازرق. انا درت هذا اللون، وهنايا درت نقاط بالكلاصاج كذلك اللي خدمت به الحلوى، صبغتها بالاخضر ودرت نقاط هنا كيما كتشوفوا باش ندير اوراق. ان شاء الله يعجبكم هذا التزيين. هذا التزيين راه يدور بزاف في الفيسبوك وفي القنوات. بغيت اليوم نديرها لكم باش نتوما هاني حبوباتي تستفادوا مني وتتعلموا، حتى نتوما تكون عندكم فكره والقناه تاعنا تكبر غير بشويه بشويه، ونتعلموا مع بعضنا البعض. هنا كما كتشوفوا هذا هو التزيين، انا غادي نزيد معكم حبه ثانيه باش تركزوا مليح وتشوفوني كيفاش عملتها. انا صراحه اليوم جاني الهبال على هاد لا كولور، عجبتني بزاف هاد لا كولور، خدمت بها الحرقوس، خدمت بها هاد الورود، ما نكذبش عليكم عجبتني بزاف. تيرمو لا كولور شابه راه تاتيري، سي بوغ سا انا خدمت بها. هنا درتها على شكل قلوب كما كتشوفوا، درت نقاط وقعدت نجبد من الابره من الفوق ونجي هابطه باش تجيني على شكل قلب. يعني تقدروا ديروها بالاحمر ديروها عادي. شوفوا شحال شابه البنات، ان شاء الله تكون الصوره واضحه وتكونوا فهمتوني. هنا ما بغيتش ندير لكم وصفه باش ما نطولش عليكم لا فيديو، باسكو هذه الوصفه كنت سبق حضرتها معكم. المره الجايه ندير لكم الوصفه نتاع المخبز نتاع الكوكاو، وندير لكم المخبز تاع لا نوات كوكو. هنا كما كتشوفوا درت لها هذه الطريقه، هذا التزيين الثالث. اما بالنسبه للتزيين الرابع الثالث عفوا، هنا غادي نخدم لكم ورود بهاد لاباطا سوكر اللي كتشوفوا فيها الوجدان، كنت سبق وريتها لكم. هنا تبع 15000. عندي هاد المول تاع السيليكون تاع الورده، كنت طلبتوني على التزيين تاع الورده. كيما هاد الورود اللي كتشوفيهم نخدمهم بهاد الطوابع، راهم هنا ثلاثه سيري كومبليكي من الكبيره حتى للصغيره، هنا ثلاثه مع بعض يتباعوا. وعندي كيما كتشوفوا هاد الوسطانيه غادي نخدم بها هاد الورده. اما بالنسبه لهاد المول اللي كتشوفوا فيه، هذا شريته ب 55000، هذا خاصه انا اللي طاخ نخدم به لي فلور، تقدري تخدميها كبيره صغيره. وهنا موريكم الطريقه اللي تستعملوا بها هاد المول، نوريكم كيفاش تخدموا به. هنا غير بغيت نوريه لكم باش تشرو كيفاه، ومره جايه كي نبغي نخدم اون طاخت نوريكم كيفاش تزوقوا به. هنا خدمت ثلاث وردات كيما كتشوفوا، غادي نخدمهم قدامكم. هنا عجنت لاباطا سيكر تاعي، عجينه السكر، درت شويه تاع النشا في البلون وبديت نعجن فيها باش نحل هذاك العلك تاعها، هذاك الجليكوز اللي فيها يطلق شويه باش ما توليش تفتت لنا، باسكو دو ليماس راه شويه تبدلت عجينه السكر راه تجي تتفتت ماهاش كيما بكري. هنا اذا كان شتوها تتفتت لكم بزاف، هنا تزيدوها ملعقه صغيره، نص ملعقه تاع جليكوز راه يتباع في الاسواق، وبداو تعجنوا فيها مليح باش يبقى هذاك العلك فيها ما توليش تفتت لكم تبقى مطاطيه. هنا كيما كتشوفوا زدتها شويه تاع النشا، وغادي نبدا ندلكها بالكف تاع اليدين باش تحمالي وتطلق بهذه الطريقه. ان
ان شاء الله البنات نكون وضحت لكم كل شيء وتكونوا استفاديتوا. انا ما نبخل عليكم حتى حاجه، الحاجه اللي تطلبوني عليها نديرها لكم، والحاجه اللي نعرفها ونتعلمها حتى نتوما نديرها لكم باش تتعلموا بها. كنتوا سبقوا طلبتوني على التزيين تاع المخبز، مادام عندي طلبيه قلت علاش لا، درت كميه غير صغيره تاع مخبز ماشي بزاف، غير واحد 20 حبه ولا هنا كيما تشوفوا. درت شويه تاع مايزينا اللي هي نشا وورقتها بالمدلك بهذه الطريقه، وغادي نبدا نطبع فيها بهذيك الاداه عفوا، ندركو كيما تشوفوا بهذه الطريقه. هنا غلطت، درت الصغيره، باغي ندير شويه متوسطه بهذه الطريقه شوفوا، ونبدا نحط فيهم حتى نكمل كامل الوردات تاوعي بهذه الطريقه. نطلب من حبوباتي المشتركات نوعدكم ان شاء الله باش نحضر لكم الوصفات اللي كنتو طلبتوني عليهم ان شاء الله في هاد لا سيمين. غدا ان شاء الله اذا كتب ربي يوم الجمعه كما العاده نديرو مع بعض مباشر، اللي عندها كاش تساؤلات تحطهم لي في المباشر ان شاء الله عفوا. ونوعدكم ان شاء الله باش ندير معاكم فيديو كيما نقولوا لا سيمين بروشين ان شاء الله، الاسبوع الجاي ان شاء الله نبداو بالوصفات اللي طلبتوني عليهم. كذلك راني دايره اون ليست كاتبه فيها كامل الطلبيه اللي طلبتوني عليها. هنا غادي نصنعوا مع بعض ورده اللي هي شكل غوزه كيما كتشوفوا. هنا خدمت بهذا اللون الوردي كيما كتشوفوا هنا، تقدروا ديروا غير بشويه باش تجيكم غوز كلير ولا تجيكم غوز فونسي. انا غادي ندير غير قطرات خفيفه باش تجيني كي لا ديكوراسيون. هنا ما غاديش نعجنها كامل في لاباطا سوك، غادي ندير نقاط ونبدا كيما نقولوا ندلك فيها غير شويه، يبقى كيما نقولوا هذاك الامواج نتاع الديكوراسيون تبقى في العجينه، يبقى نص غوز ونص بلون كيما نقولوا، نص ابيض ونص وردي كيما كتشوفوا. شوفوا الطريقه اللي غادي نستعملها باش تبقى لي هذيك ديكوراسيون بهذه الطريقه، ما ندلكهاش بزاف باش يبقى لي شويه البيض، ما نخليش كوش غاز كيما كتشوفوا. نديرها شكل كره وندير شويه مايزينا في يديا بهذه الطريقه، وندخلها في المول تاع السيليكون تاعي. كاين الحجم الكبير كاين الحجم الصغير، انا عندي كاع الاحجام اليوم غادي نستعمل في هذا الحجم. نبداو نعبزوا عليها في الوسط نقبل، بعد في الحواشي، ونديروا كي شغل بوليطه هكا من الفوق شغل خارجه كما هذه الطريقه باش نقدروا ننحوا الورده تاعنا بهذه الطريقه فوالا. وهنا نبدا كيما نقولوا هاد لي زيبيتال ولا هاد كما تشوفوا الورده، غادي شغل نبدا نورق فيها غير بصباعي شويه ونبدا نلوي بهذه الطريقه فوالا باش تجيني على شكل غوزه. نتبعوا الطريقه اللي ندير لكم فيها ان شاء الله تكونوا فهمتوني وتكونوا استفدتوا من هذا الموضوع تاع نهار اليوم. الورده تاعنا راه واجده كما كتشوفوا، نزيد نكمل باقي الورود اللي بقاو لي. انا غادي نخدم معكم الورود ونوريكم كيفيه التزيين ان شاء الله. انا بعد ما خدمت الورد كامل نخلي شويه ينشف لي بهذه الطريقه. هنا كما كتشوفوا طريقه الحرقوس، هنايا الكلاصاج نفسه اللي خدمنا به درت فيه لا كولور اللي قلت لكم عليها موف اللي خدمنا به هذا التزيين الاول. هنا تبعوني باش نوريكم كيفاش حقوس. هنا بعد ما نشف لي كلاصاج تاعي ديرته ناكري بلون بالبانسو خليته نشف، وهنا كما كتشوفوا راني نزين فيه بهذه الطريقه. تبعوني برك غير بالعقل حتى تحصلوا على حرقوس الشباب ما شاء الله. اخوات اللي طلبوني على الوصفات ان شاء الله نلبيكم كامل الطلبيه تاعكم. من الاسبوع الجاي ان شاء الله نبدو الحلويات اللي طلبتوني ليها، كل يوم ندير لكم وصفه باش نلبي لكم كامل الطلب تاعكم، ما نخليش وحده على وحده. انا كيما كتشوفوا غادي نعاود معكم حبه ثانيه باش تتبعوني مليح وتفهموا غايه. بزاف اللي عندهم مشاكل في طريقه الحرقوس ما يعرفوش يحرقسوا، هنا درت لكم حرقوس ساهل. المره الجايه نوريكم لابغودي على الكلاصاج، طريقه البرودي على الكلاصاج بالحرقوس، ولكن ماشي هذا الحرقوس، حرقوس اخر يصنع بيض البيض
نديرها لكم ان شاء الله، ونوريكم كيفاش تنقشوا على الكلاصاج، طريقه شابه وجديده. هنا كما كتشوفوا نديروا نقاط غير بالعقل. انا ماذا بكم بوشادوي تاعكم اللي تستعملوه، ولا الكليس البلاستيكي اللي تستعملوه، ما تتقبوش تقبه خشينه، ديروها غير شويه رقيقه باش يجيكم حرقوس التحرقيس تاعكم يجيكم رقيق وشباب. كما كتشوفوا هنا بعد ما حرقست الحلوه تاعي خلوها تنشف شويه ونزينوها بالورد. هنا نحكموا هاد ناكري، هذا اللي فوتها في الكلاصاج بلون، نخدم هاد لامارك بزاف، هذا بزاف شباب. هذا اللي ناكريت به الحلوه تاعي. هنا بالنسبه للورود كما كتشوفوا هنا عندي هاد العقاش الفضي كما كتشوفوا راه يتباع في الاسواق، وعندي هاد العقاش اللي جاي بنفسجي. هنايا مادام لي درنا الحرقوس بنفسجي قلتو علاش ما نديرش عقاش كذلك. هنا عندي كلاصاج فيغ باش نخدمو الورقه. هنا واش نديرو، نحكمو هذيك اي نوع من الكلاصاج، يكون عندك ابيض ولا خضر ولا لي، المهم نلصقو به الورده تاعنا ما يبانش. نحطو الورده تاعنا هنايا الفوق بهذه الطريقه، خلوها تنشف. هذا التزيين الاول. اما بالنسبه للتزيين الثاني كما كتشوفوا نحكموا هذوك الوريدات الكبار اللي درناهم، كذلك ندير شويه كلاصاج باش نثبت بهم الورده تاعي بهذه الطريقه. ونبدا نحط في لي فلوغ تاعي بهذه الطريقه، نحط واحده ندير صبعي في الوسط نطلع، ونعاود الثانيه كذلك، ونزيد الثالثه بهذه الطريقه، ونضغط عليهم غير شويه بهذه الطريقه، نضغط عليهم غير شويه باش يثبتوا لي يلصقوا، وهي تخليها تنشف تلصق لك عادي. هنا نستعملوا هاد لي بيك، راهم يتباعوا في الاسواق غير 15000، فيها واحد العشرة ولا نتاع لي بيك. نحكموا هاد العقاش، نديروا شويه كلاصاج في الثقب نتاع الورده، ونحطوا حبه عقاش باش تجينا الورده شابه. فوالا كما كتشوفوا، نزيدو كذلك نواصلوا الورده الثانيه والثالثه حتى نكملوهم كامل. المره الجايه نوريكم كذلك كيفاش تزينوا لي طراجي تاع العقيقه، وندير لكم سلو اللي كنتوني طلبتوني عليه، نوريكم سلو والتزيين تاع سلو، وندير لكم كذلك كيفاش تخدموا هذوك لي بوبي وهذوك لي نونورس الدباديب بالعجينه السكر. ان شاء الله ندير لكم فيديو خاص بالتزيين. فوالا هذا شوفوا الشكل النهائي تاعك باش خرج ما شاء الله. نزيدو التزيين الثالث كذلك، التزيين بسيط. انا درت لكم هذا التزيين بالنسبه للمبتدئات اللي راهم يتعلموا، تجيكم تزيين ساهل بزاف، ماشي واعر ماشي كومبليكي كيما نقولوا، تتعلموا فاسيمون. هنا كيما كتشوفوا لصقوا الورده الاولى، نزيدو لصقوا الورده الثانيه، نزيدو الثالثه كيما كتشوفوا، نديرو شويه نتاع كلاصاج في الوسط باش نلصقوا العقاش هذا الابيض، نديرو في وسط الورده هذه الطريقه. ان شاء الله يكون نال اعجابكم هذا الفيديو تاع نهار اليوم، وتعجبكم هذه الفكره نتاع التزيين. كما قلت لكم انا درت لكم تزيين بسيط باش تتعلموا كامل، والمره الجايه ندير لكم تزيين شباب. انا هذه ندير لكم دروس، كل يوم ندير لكم تزيين، نعطيكم افكار، نعطيكم نعلمكم غير بشويه. هنا غادي نصنعوا اوراق كما كتشوفوا غير بالبوشادوي بهذه الطريقه، نضغطوا شويه ونجبدوا باش تجينا اوراق صغيره، تجي بزاف شابه. ونكملوا العمليه حتى نكملوا كامل الحلوه تاعنا، خلوها تنشف مليح البنات، ونبريزونتوها مع بعض في صحن التقديم. كما كتشوفوا هنا بعد ما زينت الحلوه تاعي، هذا هو الشكل النهائي تاعها في صحن التقديم بعد ما درتها في الكيسات وزدت درت لها هذاك الدونتيل. هنا كما كتشوفوا خليتها نشفت ونقيتها، هذا هو الشكل النهائي تاعها. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. درت لكم ثلاثه نتاع عفوا اربعه نتاع التزيين، كل تزيين وكيفاش. هنا ان شاء الله يكون عجبكم. اما بالنسبه للسعر البنات، هنايا المخبز تاع اللوز كما قلت لكم انا نبيعها 10000 الحبه، وكاين اللي تبيعها 12000 الحبه. ما نبيعهاش بالكيلو، ديما هاد الكاطو اللي يكون موديرن يكون شباب ويشد في الخدمه نبيعها بالحبه، نبيع هذا بحتها ب 10000 الحبه. ان شاء الله تكونوا استفديتوا وتعلمتوا مني. اللي عجبتها الوصفه تاع نهار اليوم ما تنساش دير جيم لافيديو وتضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.